السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهمشنال. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين ونشطين والامور ديالكم ان شاء الله تكون في التمام عند جميع المتتبعات الوفيات والغزالات اكيد. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون سبيسيال، حيت ما غاديش تكون وصفه طبيعيه ولا حتى شي حاجه واحده اخرى، وانما فيديو اليوم غادي يكون استثنائي في النوعيه ديالو. غادي يكون كيهضر على مشترياتي من المكياج ومن لي بارفان. فبزاف السيدات يعني كيخليو لي لي ميساج سواء هنا في يوتيوب في التعليق اولا في لي ريزو سوسيو ديالي اون بريفي، بارطاجي معنا ولا تقسمي معنا فيديوهات المشتريات ديالك في لي بارفان في المكياج بصفه عامه. واكيد تحت الطلبيات ديالكم فجئتكم اليوم بفيديو من هاد النوعيه هذه، فقط نتمنينا الاعجاب ديالكم. قبل ما تخرجوا منه ما تنساوش دعموني ببيج لايك باش هكذا نعرف انه هاد النوعيه يعني كتعجبكم وكتستافدوا منها. وايضا بالنسبه للسيدات اللي اول مره كيكتشفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو وتضغطوا على زر الجرس باش ايضا توصلوا بكل ما هو جديد في القناه. فكما قلت لكم فيديو اليوم غادي نهضر لكم على مشترياتي من لي بارفان ومن المكياج. فهاد المشتريات كاملين يا البنات خديتهم من عند واحد لو سيت اللي سميتو كوسم شيك، هو سيت فرنسي. فهذا هو الاسم ديال لو سيت كيجي بهذا الشكل هذا، يعني كوسم شيك كما كتلاحظوا. عندهم بزاف ديال لي مارك البنات، منهم اديداس، منهم يعني اكس، منهم بيك، منهم بورجوا، منهم مايبيلين، منهم بروت، منهم كاديوم، منهم صراحه بزاف بزاف ديال لي مارك. يعني راه عندهم عده اشياء. نتوما غتدخلوا لهاد لو سيت، منهم غارني ايضا نتوما غتدخلوا لهاد لو سيت هذا، غنخليه لكم في صندوق الوصف وايبانغلي في اول تعليق. وايضا غنخلي لكم لو كود اللي غادي ينقصوا لكم ان شاء الله 5% من اي طلبيه خديتو من هذا لو سيت هذا اللي هو سيت فرنسي سميتو كوسم شيك. وكتدخلوا القائمه كتلقاو يعني مكياج، يعني بزاف ديال الحوايج، منهم لي كادو، منهم لي زاكسيسوار، منهم بزاف ديال الاشياء، يعني منهم لي بارفوم، منهم لي باليت، منهم لي كوفر، منهم بزاف بزاف ديال الحوايج. بالنسبه للسيدات اللي كيعجبوهم يعني لي كوفر فكيجيو بهذا الشكل هذا، ها نتوما يعني اثمنه جد مناسبه، يعني ب 8 اورو ب 3 اورو، يعني صراحه اثمنه جد مناسبه. فبسم الله على بركه الله باش ما نطولش عليكم اكثر من هذا، نمشيو باش نتعرفوا على المنتوجات اللي خديت انا من هذا لو سيت هذا اللي سميتو كوسم شيك. جميع المعلومات غنخليها لكم في صندوق الوصف. وبسم الله على بركه الله، اول حاجه البنات خديت بزاف ديال لي بارفيوم، خديت تقريبا 7 ديال لي بارفيوم، كاينين فيهم لي رجال وكاينين فيهم لي نساء. فاكيد غادي نبداو بلي بارفيوم ديال النساء. فاول بارفان خديت اللي هو هذا سميتو الكترو شيك، رائع يا البنات. هذا البارفان هذا راقي وشيك، انا غنحلو لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. ها نتوما راقي 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 جدا. فانا شخصيا يعني ما كنتش يتسحب لي يعني هاد الريحه هذه، لانه ما عمرني جربتها، اول مره غنجربها فريمون. يعني القريعه الزوينه بهذا لو ديزاين هذا، وايضا حتى الرائحه ديال هذا لو بارفان غزال. فهو كيجي بهذا الشكل هذا والرائحه ديالو يعني كتبقى، فديجا مجرباه يعني كتبقى. اون فوا وصلني صراحه جربته، وان فوا جربته يعني حسيت به انه كيبقى ماشي دغيا كيطير في ساعة. فكما قلت لكم اول بارفان هو هذا. بالنسبه لثاني بارفان فخديتو ديال الاطفال اللي سميتو ماي ليتل بوني، اللي كيجي بهذا الشكل هذا، وهذا فيه 100 مليلتر، يعني فيه كميه يعني مناسبه للاطفال بالنسبه للسيدات اللي كيبغيو ياخذوا هكذا رويحات للاطفال ديالهم. فكيجي بهذا الشكل هذا وسهل يعني بهذا الشكل هذا كيطرش، وفيه الرائحه يا البنات غزاله، ريحه الكوكو، واحد الرائحه فنه 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 للوليدات اولا للاطفال. بالنسبه لثالث ريحه خديت اللي هي هذه اللي هي سميتها بلاي بوي. هاد الريحه راه معروفه بهاد قنيه، يعني ديزاين ديال القنيه راه معروفه جدا. ها نتوما كتجي بهذا الشكل هذا وفيها الشعار كما سبق لي وذكرت ديال قنيه، حتى هي الريحه ديالها يا البنات كتحمق، ريحه غزاله. وفيها يعني ان كادو اللي هو دو براسلي، انا غنوريهم لكم يعني كيجيو في هذه الجهه. بالنسبه للسيدات اللي كيهمهم الامر على هذا البارفان ديال بلاي بوي، راه كاينه في لو سيت وكاينين معها دو براسلي. براسلي البنات كيحمقوا يعني نوعيه مزيانه. ها نتوما
يعني نوعيه مزيانه جدا جدا. فكنصحكم الى كيعجبكم هاد النوعيه لي بغاسلي يعني تاخذوا بارفان او ميم طون، يعني فيها كما سبق لي وذكرت دو بغاسلي غراتوي. بالنسبه للريحه الاخرى اللي كتجي بهذا الشكل هذا سميتها لوف اي شاين، فكتجي فيها لي بايات في الذهبي يعني غزاله غزاله يا البنات، جيسبر يبانوا لكم يعني ريحه حتى هي كتحمق، يعني كل شيء هاد الريحات هادو صراحه كيبقاو وغزالين، حتى هي الثمن ديالها جد مناسب شي 6 اورو ولا 5 اورو، يعني صراحه راه ثمن جد 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 مناسب. فهنا غنكونوا سالينا لي بارفان ديال النساء وغندوزو لي بارفان ديال الرجال. فاول ريحه خديت لي هي هادي بغيت، راه معروفه ديال الرجال، انا صراحه من الناس اللي كيحماقوا على الريحات سواء ديال الرجال ولا ديال النساء، فكتجيب هذا الشكل هذا رائعه جدا. وخديت يعني نفس البارفان حتى هو بروت، غير هو ديال باللون الاحمر، يعني اللي خديت سابقا كيجي بهذا الشكل، يعني لومبالاج ديالو في البلو وهذا في الروج، وفيها حتى الخضر، يعني صراحه راه فيها عده الوان، هذه بروت معروفه. فكتجي بهذا الشكل هذا والريحه هي البنات كتحمق. بالنسبه للسيدات اللي الرجال ديالهم تيبغيو هذه النوعيه ديال لي بارفان بروت او دو تواليت، فكنصحكم يعني تاخذوها، راه كدير غير شي 6 اورو بثمن يعني جد جد مناسب. بالنسبه لاخر بارفان حتى هي ديال الرجال اللي كتجي بهذا الشكل هذا سميتها تيتانيوم جولد، حاول نفسحها لكم انتوما، يعني ريحه كتحمق فنة حتى هي، الناس اللي مجربينها غيعرفوا يعني علاش كنهضر. بالنسبه للمنتوجات اللي بقاو هنا فما بقاوش يعني لي بارفان، بقاو غير منتوجات عاديين. غنتقاسم معكم واحد المنتوج اللي صراحه انا شخصيا ما عجبنيش، يعني اكيد اي حاجه عجبتني غنقول لكم عجبتني، الحاجه اللي ما عجبتنيش ما عجبتنيش. بالنسبه لهذا لو شامبوان هذا ديال دوب، بالنسبه لدوب حنا كنعرفوها اكيد كدير جيل دوش غزالين بزاف، ولكن هذا لو شامبوان بالضبط ديال الباربا الريحه ديالو صراحه ما عجبتنيش، الريحه ديالو غير مستحبه نهائيا نهائيا. يعني كل المنتوجات صراحه عجبوني صوف هذا المنتوج هذا هو اللي ما عجبنيش. بالنسبه للليبستيك فخديت جوج ديال الليبستيك، انا غنوريهم لكم يعني رائعين جدا. هذا باقي فلومبالاج ديالو يعني باقي ما حليتوش، وهذا حليتو ديجا، ها نتوما كيفاش كيجي، يعني لون رائع، لون غزال واحد الغوز بيبي فنيون يا البنات. فكما قلت لكم خديت جوج نفس لا كولور يعني نفس الشكل. وبالنسبه للمنتوج الاخر خديت هو هذا، يعني هذا القلم هذا ديال لاماك لوريال ديال العينين، يعني رائع حتى هو، يعني كيبقى في العين وكيثبت. وبالنسبه لهذا القلم هذا هو ديال الحواجب حتى هو ديال لاماك مايبلين، بالنسبه لهذا ديال مايبلين وهذا ديال لوريال. وخديت ايضا عكر اللي كيجي بهذا الشكل هذا، نتوما اللون ديالو ولا اروع، بالنسبه للرقم ديالو الناس اللي كيهمهم الامر هو 157، وهذا ديال مايبلين حتى هما غتلقاو في لوسيت ديال كوسم شيك، عندهم صراحه عده انواع ديال العكاكر. وبالنسبه لهذا المنتوج هذا اللي هو ماسكارا ديال لوريال، يعني حتى هي رائعه جدا. وخديت واحد البلوش اولا برونزر اللي كيجي بهذا الشكل هذا غوز حتى هو زوين ديال مايبلين نيويورك، حتى هو اثمنه صراحه كانت جد جد مناسبه في لوسيت ديالهم. وبالنسبه لاخر شيء خديت هاد لي ماسك هادو ديال غارنيي، غزالين يا البنات كيحمقوا صراحه، خديت 7 منهم لانه انا دائما كنهتم بالبشره ديالي، يعني في هاد لي ماسك ديال غارنيي كيعجبوني، والثمن ديالهم يا البنات كان على ما اظن اورو اولا جوج ديال لي اورو، يعني جد 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 مناسب. فهادو هما المنتوجات، وهذه وريقه كيعطوك شنو يعني طلبتي في الطلبيات ديال لوسيس ديالهم ديال كوسم شيك.
فهادو هما البنات ديال المنتوجات ديال البنات يعني باثمنه جد جد مناسبه. كنصحكم يعني الناس اللي ما عمرهم جربوا هاد لوسيت انهم ياخذوا منه ويكتبوا لينا في التعليق كيفاش جاهم هاد لوسيت هذا بالنسبه للسيدات اللي طالبين منه، بالنسبه للسيدات اللي اول مره غيطلبوا منه. فكنصحكم به يعني راه كي يصيفطوا المغرب كامل. انا جاوني هاد الطلبيات كلهم جاوني في امانه يعني في تقريبا في 4 ديال الايام وصلوني يعني كيوصلوا دغيا، ما تخافوا لا من الديوانه لا من والو. بالنسبه لليفريزون كتكون غراتوي بارتير يعني دو 39 اورو الا خديتو منتوجات بقيمه 39 اورو كتكون لا ليفريزون غراتوي، و المنتوجات كيوصلوكم يعني حتى المنزل ديالكم وباثمنه صراحه اللي جد مناسبه. بالنسبه للكود اللي غادي نقص لكم 5% هو الهام شانيل 5، غنخليه لكم في صندوق الوصف وايبانغلي في اول تعليق. فهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذا الفيديو هذا، نتمنى انه المنتوجات نالوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا بيغ لايك قبل ما تخرجوا، تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتكتشفوا هذه القناه باش نعرف هذه النوعيه ديال لي فيديو كتعجبكم، ونقدم لكم فيديوهات قادمه ان شاء الله كيتعلقوا بمنتوجات يعني الراي ديالي الشخصي فيهم. ونشكركم بدوري على حسن تتبعكم لهذا الفيديو واي فيديو موجود في القناه اكيد. وما تنساوش تخليوا لنا التعليق ديالكم شنو المنتوجات اللي حتى نتوما ديجا جربتوهم ونالوا الاعجاب ديالكم في التعليق، شنو المنتوجات اللي جربتوهم وما عجبوكمش، يعني حاولوا تفعلوا في التعليقات ما امكن. ونشكركم على حسن تتبعكم ونشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.